أهلين يا هاجر. ليكي، هاي هي ضيفتنا اللي حكيت لك عنها. أهلا وسهلا يا بنتي. أهلين خالته. أليس هاجر هي كل شي بهالبيت، يعني فيك تقولي إنه هي الكل بالكل. بكري مثل ابني، أنا مربيته. يلا يلا فوتي لا تخجلي. أهلا وسهلا فيكي ببيتك يا بنتي، يلا تفضلي. شكرا. إقبال معنا هون؟ أنا هون يا بكري. أليس هاي زوجتي وحبيبتي إقبال، وهي ضيفتنا أليس. مبسوطة بشوفتك. تفضلي أليس. نحن ما عنا عادة إنه نشلح كنادرنا مطعم. خدي راحتك يا أليس، إذا ما بدك تشلحي كنادرتك ما في مشكلة. ما هيك إقبال؟ شكرا، مو مشكلة، هيك أحسن. معناتها خلينا نفوت. روح شوفي شغلك. أليس بتشوفي البيت بعدين على راحتك. هلا عادي. شوي شوي. شو لوين بقى خانو؟ أنا مليت وبدي روح. لك أنا منطلع سوا وبوصلك على بيتك. لا لا ما في داعي، ما التكاسي واقفة برا. لا 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 ما حذرتي، على أساس ما بتحبي التكاسي ولا تعودتي كل يوم منه؟ لا تعرف دقيقة لأبعت مسج للين. معناتها سجلتي بكلية الطب؟ سجلت. نسيت قلك انه ابني اوس هو طالب سنة تالتة طب، هلأ بيجي وبتتعرفي علي. قلتي لي انك من سيماو ما هيك؟ ايه انا من سيماو. سيماو هاي ضيعة صغيرة بكوتاهيا. ايه مزبوط. اول مرة بتجي على انقرة؟ اول مرة. اجيتي مع حدا من قرايبينك ولا اجيتي لوحدك؟ بابا بابا انا لازم روح على المسبح. مانك ملاحظه انه في عنا ضيفه ومن الاصول انك تسلمي عليها ما هيك؟ مرحبا بابا. مشان الله خليني روح على المسبح. بنتي لين عم اجهز حالها لامتحانات الجامعه. السنه الماضيه ما نجحت، واذا بتضل هيك ما رح تنجح بنوب. بكري لو سمحت ما بيصير تحكي هالحكي قدام الناس الغربة. بابا مشان الله اذا بتريد انا ضروري روح على المسبح. لين تفضلي على غرفتك وعدي درسيلك شوي. يا الله بكري لو سمحت. نحن شو حكينا مبارح؟ لين يلا بسرعة على غرفتك. يا الله شو هاد؟ إذا بتريد بكري كيف تتقدم امتحانات وانت عم تعاملها بهالطريقة؟ إقبال عن نزلكن، أنا هلأ برجع. أيوة وأخيرا بقينا لحالنا أنا وياكي. في سؤالين مهمين بدي إياكي تجاوبيني عليهم. مين أنتي ومنين بتعرفي جوزي؟ بنوش أهلك بأي مدينة بالسويد؟ وين بدهم يكونوا يعني؟ أكيد بالعاصمة. بستوكهولم يعني. أنا كتير بحب السويد ورحت عليها كتير. في هنيك بار اسمه مينيتا بشارع هولسويل، تعرفيه؟ ايه صحيح بعرفه منيح. وهذا البار مشهور بالكوكتيل والعصير تبعه، انا عن جد بنصحي لازم تروحي تجربي. اوكي بجرب. ما بتعرفي بلكي منروح مع بعض. امتى رايحه على السويد؟ لا مو مبين لانه بالاول لازم احكي مع اهلي. رح اجي اخذك بعد شوي.
لأنه أخصائي الأورام بيكون رفيقي. هو بيشتغل عندكم؟ إيه هو بيشتغل عنا، وهو كمان رئيس قسم الأورام. ماشي. كان بالي مشغول على أليس. رؤي مريم، هي قاعدة مبسوطة، كله تمام. بتشكرك. أنا ما بعرف مين بتكوني أنت ولا منين طلعتي لنا. وبكري قلبه رقيق. المشكلة إنه بيحب يساعد كل الناس المعترين اللي مثل حالتك. بس يكون بعلمك يا حلوة، هالبيت بيتي وما رح استضيفك إلا كمه، وبعدين بتلاقي لك شي حدا ترمي حالك عليه. تسمحوا لي روح على الحمام؟ طبعا ولو، خدي راحتك، روحي على الطابق الثاني إذا بدك. أنت شو حكيتي مع البنت؟ شو بدي أحكي معاها يعني؟ أكيد ما حكيت شي. لا تخاف. بعدين لا تنسى أنه صاحبة البيت ما بتتحاسب. إقبال شو قصدك؟ بكري، أنا قلت لك من الأول هاي البنت ما بديها تجي على البيت، بس أنت ما هدي بالك لحتى كسرت لي كلمتي. خلص بقى، هلا البنت بتسمعنا ما حلوة. بالله شو؟ بدي استحي من وحدة غريبة وأنا ببيتي؟ بكرة بدك تلاقي لها محل تاني غير هالبيت. أوف. بكري. شو وينو بيتكم؟ صرنا ساعتين عم ندور بالسيارة. ليكو. مين هدول العالم؟ بتعرف مو هذا بيتنا، هذا بيت الجيران، بس انا ما كتير بحكي معهم. انا فكرت انه هذا هو بيتكم. لا ايه احسن، شكرا كتير لك، بتصل فيك. باي باي. باي باي. شوفي خلص، ما عاد بدي نقاش بهالموضوع. أنا هلأ بدي أعرف مين هاي البنت وليش جبتها لهون. شو كم مرة بدنا نحكي بهالقصة؟ فهمي بقى، هاي بنت صديقي والزلمة سافر طلب مني اعتني فيها، لك أنا مدين إله. فهمية صراحة قلبي مو مطمن، ما عم بقدر صدقك. صدقتي ولا ما صدقتي؟ هذا اللي عندي. أيوة، هاي طريقتك لما بدك تنهي أي نقاش. شو شايفك هون؟ شو عم تساوي؟ أنت شو عم تساوي هون؟ أنا ساكن مقابيله. كملت. أوهو، شو ما في كلمة تتفضل؟ ما في أخبار عن أمي هون؟ وأنا حبسوني هون لبين ما ترجع أمي. شو بدك أحلى من الحبسة هون؟ بكفي عندك أكلات هاجر شي بشهي. مجد، أنت هون، فوت يا أبني. شلونك خالي هاجر، منيحة؟ أنا منيحة، شكرا. أوصون؟ بغرفته، تفضل. طيب رح أطلع لعمي. وأنت لا تحسي حالي غريبة هون. بدي اشكرك على كل شيء سويته معي اليوم. ولو هذا واجبي. احسان، انا كتير جوعانه، خلينا نروح ناكلنا لقمه. اذا كل هالقد جوعانه شو رايك ناكل ببيتكم؟ بيكون احسن مو هيك؟ ايه بالبيت. ايه مو اقرب لك من غير مكان؟ ما فينا هلا، بتكون ستي بالبيت وهي وحده ختياره ودقه قديمه، ولك انا جوعانه، يلا خلينا نمشي. خلص وطي صوتك. لاخر الشارع في كافيتيريا ظريفه. طيب ماشي. بكري. خلصنا اقبال، حاج حكي. أليس انت خدي راحتك ولا تخجلي، انا رايح مشوار صغير وبرجع. لوين؟
في عندي شغلة ضرورية بقضية وبرجع إن شاء الله ما بتأخر عليكم. عن جد لا تواخذيني أليس. على العشاء بكون هون. أنا ما رح كون هون، في عندي اجتماع. إيه قبل ما تروحي دليا لأليس على غرفتها. خاطركم. تعي معي أليس، خليني ورجيكي أوضتك. العفو منك يا خانم، لا تعزبي حالك، أنا بطلع بورجي غرفتها. خليكي هون، مو محرزة تعزبي حالك. يلا. وينك لهلأ لك أمي؟ رحت على المكتبة لحتى أجيب ورق. ليش صار شي مهم؟ خير أمي؟ شوفي التليفون. لا تردي مشان الله. ليش؟ هذا أبوك صار متصل اليوم شي 10 مرات. وليش ما عم تردي عليه بقى؟ لا أنت ولا أختك هون، يعني شو أكذب عليه؟ والله ما لي قلب. طب ما أنا بالشغل، قلي له لسه ما إجيت. أمي أنا مشكلتي مو معك أنت، بس المشكلة بانا مانا هون. طب إذا أبوك سألني عنها هلأ أنا شو بدي أقول له؟ رجع اتصل مرة تانية. وإنا لهلأ ما هي بتعرف إنه اليوم رح يتصل. أي خلص تصطفل سونيا. الله يوفقك. لا لا تردي على التليفون. لسه خايفة عليها؟ خلي بقى يعرف كل شي. ألو، الخط انقطع. نشكر الله إنه مانو أبوكي. إذا ما رديتي عليه رح تشغلي له باله أكتر، ومن دون شي هو بآخر الدنيا. سونيا بنتي أنا ماني ناقصتك أنت كمان، الله يوفقك. بدك رأيي أمي، أولتها وآخرتها رح يعرف كل شي. خبري من هلأ وريحينا من هالقصة. مشان الله أنا مو ناقصتك، قومي اتصلي ببانا وخليها هلأ تجي على البيت. شو شايفك ما أكلتي شي؟ عم باكل، أنت شبك؟ ليش ما رديتي على التليفون؟ ما بدي، هالشخص مو كتير مهم. بانا انت عن جد بنت غريبة. كيف يعني؟ كأنك بنت شي واحد من رجال عصابات المافيا. لشو هالأسرار كلها؟ شو أسرار وما أسرار، شو هالحكي هاد؟ شو رأيك نقوم نروح بقى؟ عن جد انت واحدة غريبة، بس يلا قايم. والله ما انتبهت انك ما أكلت. يلا كمل أكلك، أنا ما فيني أتأخر. عفوا إحسان، أنا لازم روح فورا على البيت. عادي هون أليس، أنا لسه ما كملت كلامي معك. رح خليك تضلي عندي كم يوم بس لبين ما تدبري حالك. خلص اتفقنا؟ شكرا كتير إلك. أما إذا كنتي ناوية تضلي هون على طول وبدك بكري يتكفلك ويصرف عليكي، فلا تحلمي إنه هالشي يصير. لازم تفهمي إنه مالك مكان بهالبيت. بس أنا ما بدي ضل عايشة هون، ولا بدي الدكتور بكري يحمل همي. يا عيني أنا شفت مثلك كتير حبيبتي، بالبداية بتتمسكني ولما بتتمكني ما بقى حدا يقدر يطالعك من هون أبدا. بس حركاتكن هاي ما بتمشي معي، فلا تحاولي تعملي شي. اتفقنا؟ أوس شو قصتك؟ ما فيني شي مجد، لا تحمل همي. ليك أنا أكتر واحد بيفهم عليك، فلا تحاول تخبي علي. أنا من فترة كنت بالمسبح. إيه وبعدين؟ سميح وإحسان تغلظوا علي مثل العادة. العمى ما أغباني. أوس هن المبسوطين بحياتهم الدافئة، أنت شو بدك فيهم؟ أنا ما عم بقدر أتحمل تصرفاتهم. كيف أليس؟ منيحة صارت عنا، ولا يهمك، شوي شوي بتتعود على البيت إن شاء الله. والله أكلاني هما، ما بتتخيل قدي مشتاقت لها. تقبر قلبي أبصر هلأ شو بتكون عم تساوي. لا تاكلي هما، أليس صارت صبية وهلأ صار لازم نعالجك، وبعد ما تتعالجي ترجعي بتعيشي أنت وبنتك مثل الأول.
بكري بدك تحلف لي يمين. شو بدك؟ إذا صار لي شي وأنا جوات العملية لا تتركها لأليس أبداً، ولا تفرقها عن بقية أولادك لو شو ما صار. برحمة أمك توعدني إنك ما تتركها. ليكي مريم، ما حيصير لك شي، ومع هالشي رح أحلف لك برحمة أمي إني رح حطك أنت وأليس بعيوني من جوا. طمني. طمنت. أوف منكن أوف، كلياته دج دج. يعني والله اللي بده يقعد معكم ويسمع هالأصوات الله يكون بعونه. أنت أكتر حدا بيعرف يعمل برك بالجبنة. دخيله اللي بحب بطنه، مشان هيك بحبك. والله البنت مسكينة قاعدة فوق لحالها. مين هي؟ أليس، كتير حبابة وباينتها كتير مؤدبة، باين وضعها صعب بدها حدا يقعد يحاكيها، بس أمك زتتها لحالها فوق بالغرفة. خالي هاجر، لا تاكلي هم أليس، أليس قوية. هلأ ما حدا بده يقلي مين هي أليس؟ البيت قايم قاعد وانت حابس لي حالك هون. ابوك اليوم اجى على البيت وجايب معه ضيفه اسمها أليس، فهمت؟ مجد من وين انت بتعرفها؟ يا سيدي تعرفت عليها وقت اللي كنت عم سجل بالجامعه هذاك اليوم. انا طالعه احكي معها شوي واخذت لها هدية. لا لحظه تركيه، نحن بناخذ لها اياهم ومنه كمان بيتعرف عليها اوف. تسلمولي. ايه لكن ديروا بالكم عليها، والله هالبنت باينتها مسكينه. ابدا ما انا مسكينه ولا شيء، انا اللي بعرفها. لا تنسوا انه البنت حاسه حالها غريبه، حاولوا تحنوا عليها شوي، وهي ما بدها أكثر من هيك. عندي فكرة، لعبوها معكم بهي اللعبة نفسها، يمكن تحب الكمبيوتر. فعلا فكرة ذكية. يلا لك. حاجتنا بقى أمي، إذا بانا اليوم ما شرفت أنا رح أقول لأبي كل شي. شو ناوية تجلطي لأبوكي إذا عرف إنه بانا ما عم تجي على البيت؟ بنته لازم يعرف كل شي عنا، مو أحسن ما إنه تاركها عايشة على كيفها؟ دخيلك يا ربي، أنا شو عاملت لك لحتى تساوي فيني كل هيك؟ هذا بدل ما تساعديني سونيا. أمي ها؟ عم تحسسيني وكأنه بانا هي بنتك وبس. لا أروحي، من شان الله لا تزعلي مني بنتي، والله أنا ما كان قصدي شي. وينك لهلأ ست بانا؟ ليكني إجيت أمي. شو يعني ليكني إجيت أمي؟ أبوكي من الصبح عم يتصل ونحن من خوفنا ما عم نرد. وليش ما رديتي عليه بالله؟ خلصنا بانا، لا تحكي هيك مع اختك، كمان ابوكي خايف عليك وعم بيتصل من اخر الدنيا. مدامكم متضايقين كل هالقد ليش ما رديتوا؟ مو انا اللي قلت لكم لا تردوا عليه. عن جد قليله حياه. وانت شو دخلت فيني؟ ولا فاكره حالك الكبيره وبدك تربيني؟ لسه شو ما بساوي ما بيعجبك. خلصي بقى وفوتي لجوا انضبي. خلصنا بقى بانا خلصنا. ليكي اختك شو عملت لك؟ حطيت اكل مشان تقعدوا مع بعض وتاكلوا. شكرا ما بدي اتسمم. بنتي بانا حبيبتي تعي قدي معنا، ما فيها شيء إذا قعدتي معنا وأكلتي لك لأم. تفضل. تستقبلينا؟ تعال أوس. أليس، أليس أوس رفيقي. شلونك أوس؟ أهلين. بصراحة الخالة هاجر بعتلك معنا برك بجبنة وكعك بجوز، خدي جربيهم وتذكري شو قلتلك عن أكلاتها. يسلموا إيديك. والله حلوة هالأوضة، كأنه شكلها أوروبي. أوروبي؟ هون منحط الأغراض اللي ما منعرف وين بدنا نروح فيها. شوف قديش حلوة. بظن أنه لازم تكون مؤدب أكثر مع ضيفتك. الأدب اللي عندي مو موجود عند أولاد الملوك، بس كنت عم بمزح. سائح عمر، عرفتي لك أنا. حلو هالفيلم، هذا أكتر فيلم حبيته بحياتي، حتى أني حافظة كل حواره عن غيب. حلو هالحكي، معناتها شي يوم احمل حالك ونزيل جيب الفيلم وعدوا حضروه مع بعض. أليس في شي خبر عن أمك؟ لا والله، تليفونها من مبارح مسكر. أوس في قصة خطيرة كتير رح تعرفها وانت عم تاكل، قليله احكي له انت. أكيد زملائنا الدكاترة شرحوا لك الوضع بالتفصيل. إيه شرحوا لي. يعني بتعرفي إنه الوضع حرج، مشان هيك رح نكون مضطرين نبلش بالعلاج الكيميائي والأشعة بأسرع وقت، وبعدين منفكر إنه نساوي جراحة. فاروق بدي إياك ما تنسى إنه مريم كتير مهمة بالنسبة لإلي. بعرف أكيد، بس بصراحة الخطورة موجودة بالعمل الجراحي، مشان هيك رح نأجل الجراحة وخلينا أول شي نجرب العلاج بالأشعة. معناتها رح نمشي نحن هلا ونستنى منك تليفون. أول ما تجهز الأمور بتصل فيك. عظيم.
سلم لي على الأولاد وإقبال خانم. تسلم. تعرف شو؟ يا ريت ما تقول لإقبال وللولاد أي شيء عن قصة مريم. إيه ولا يهمك. خلاص. شكرا دكتور. العفو هذا واجبنا. شكرا لك. مع فايز.